انفجار غامض طال العمق الإيراني مساء يوم أمس. العديد من المصادر تحدثت عن طبيعة هذا الانفجار، على سبيل المثال وكالة رويترز، الأسوشيتد بريس، ووكالة إيرنا الإيرانية، وإيران انترناشنال. والقصة كلها بدأت ببيان من مكتب العلاقات العامة في قوات صاحب الزمان في الحرس الثوري الإيراني. فجأة قالوا بأن هنالك حادثا قد طرأ في أصفهان، وبأن هذا الحادث كان قد طال إحدى الورش التابعة للحرس الثوري الإيراني. كان هنالك تسريبا للغاز، وهذا التسريب أدى إلى مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين. وقاموا بنشر صور هؤلاء القتلى من الحرس الثوري الإيراني، واتضح بأن أحدهم برتبة مقدم والثاني برتبة نقيب، وانتهت إلى هذا الحد الرواية الإيرانية الرسمية. وهذا هو الذي أثار الكثير من الريبة والشبهات حول ما جرى، خاصة وأن الحرس الثوري الإيراني لم يوضح طبيعة موقع هذه الورشة، لم يوضحوا طبيعة عمل هذه الورشة، لم يظهروا أي صورة أو مقطع مصور لما جرى، وكذلك لم يوضحوا ما إذا كان تسريب الغاز أدى إلى انفجار أم لا، لأننا نتحدث عن قتيلين بالإضافة إلى 10 إصابات، وهذه عادة تأتي من انفجار في ورشة بغض النظر إن كانت عسكرية أو مدنية، لكن مثل هذه الإصابات والقتلى عادة تأتي من انفجار. لم يوضحوا هذه المسألة أبدا. وكذلك ما أثار الريبة بشكل كبير هو وصفهم لهؤلاء القتلى بأنهم شهداء، وهذا هو الذي أشار بأن المسألة قد لا تكون حادثا عرضيا بسيطا، بالإضافة إلى أن وكالة فارس للأنباء عندما نشرت هذا الخبر كانت من أولى الوكالات التي تحدثت عن هذه المسألة، وضعت هاشتاغ إسرائيل الذي يشير بأنه عمل تخريبي من قبل إسرائيل. بعد ذلك مباشرة قاموا بحذف هذا المنشور، وبعدها بدأت الأوساط الإيرانية ووسائل الإعلام الإيرانية المتخصصة مثل آراز نيوز على سبيل المثال أوضحت بأن ما جرى هو انفجار، كذلك إيران آزادي أوضحت بأن المسألة كانت عبارة عن انفجار شديد، وبأن هذه الورشة هي ورشة لصناعة الصواريخ، الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني. حتى جاء إنتل تايمز وأعطى معلومات أبعد من كل هذه المعلومات التي نشرت، وأوضح بأن المسألة جاءت إلى غرب أصفهان تقريبا باتجاه منطقة خميني شهر، هنا في الساعة 7 من مساء يوم أمس بتوقيت طهران في المنطقة الصناعية، كان الموقع هنا بواحدة من المباني هي التي انفجرت وتعرضت لهذا الانفجار. وأصفهان هي منطقة ليست بالعادية، استهدفتها إسرائيل كثيرا، على سبيل المثال في شهر أبريل عندما ردت إسرائيل على عملية الوعد الصادق الإيرانية التي هاجمت فيها إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة إسرائيل. إسرائيل قامت ببساطة باستهداف المنظومة الرادارية لمنظومات الأس-300 الموجودة إلى شمال شرق أصفهان، والتي توفر الحماية لمفاعل النطنز من الجنوب على مسافة 100 كيلومتر. قامت إسرائيل بنجاح بضرب بطارية واحدة وضرب المنظومة الرادارية، وإيران غطت على هذه المسألة بسرعة لكي لا تكون هنالك ذرائعا أو أن تكون مجبرة أمام الجمهور الإيراني والمنطقة والفصائل المسلحة بأن ترد على إسرائيل، لأنها تريد الابتعاد من أي حروب ممكن أن تكون ضارة للغاية بالنسبة لإيران. بالإضافة إلى ذلك إلى أن أصفهان هي فيها الكثير من المراكز الخاصة بتطوير القدرات النووية، وكذلك بتطوير أيضا القدرات الخاصة بالطائرات المسيرة أو حتى بالصواريخ. وسبق للموساد الإسرائيلي أن نفذ الكثير من العمليات في داخل أصفهان باتجاه كل هذه المنشآت المرتبطة بالمسائل النووية أو الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ مثل الورشة التي نتحدث عنها اليوم، التي من المفترض أن يكون موقعها هنا. على سبيل المثال إذا ما عدنا إلى شهر يناير من العام الماضي، كان هنالك استهدافا خطيرا للغاية من قبل الموساد الإسرائيلي، وكان هذا الأمر واضحا للجميع، وهو جاء باتجاه إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، والتي اتضح بأنها من المنشآت الاستراتيجية المهمة بالنسبة لإيران حتى فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. هذه المنشأة تحديدا هي التي ضربتها عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، وجاءت CNN الأمريكية لتؤكد نقلا عن الوول ستريت جورنال عن النيويورك تايمز بأن إسرائيل كانت خلف هذه العملية. لا بل جاءت بعد ذلك الغارديان البريطانية وفوربس لتوضح بأن هذه المنشأة التي ضربت هي مرتبطة بتطوير الطائرات المسيرة وكذلك الصواريخ في إرسالها مباشرة
إلى روسيا لتستخدم في الداخل الأوكراني. في الحقيقة تمت الإشارة إلى أنها مرتبطة بالصواريخ بشكل خاص، وبأن هذه المسألة هي المسألة التي ركزت إسرائيل على ضربها تحديدا، وبالتالي اتضح بأنها مسألة ليست بالمسألة العادية أبدا. وها نحن نتحدث اليوم عن طبيعة هذا الانفجار باتجاه هذه الورشة، وهذا كله قد يشير بشكل واضح أن من الصعب النظر إلى أن هذا حادث عادي جاء بتسريب للغاز بهذه الطريقة التي يتحدثون عنها. وبالإضافة إلى هذا الانفجار الذي نتحدث عنه اليوم الذي جاء هنا في أصفهان، في اليومين الماضيين كان هنالك انفجارا مثيرا للغاية باتجاه منطقة قصر شيرين، باتجاه معبر برويز خان في الجانب العراقي تحديدا عند المنفذ، كان هنالك انفجارا تسبب بحريق كبير في تقريبا 17 صهريجا، أدى إلى مقتل سائق عراقي بالإضافة إلى العديد من السائقين الآخرين الذين قد أصيبوا جراء هذا الانفجار. وهذا الانفجار أساسا جاء بعد 3 أيام فقط من زيارة لحسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى نفس تلك المنطقة باتجاه منفذ خاسروي الذي لا يبعد إلا 21 كيلومترا عن معبر برويز خان. وبعد ذلك جاء الانفجار بهذا الشكل وهذه الصهاريج أساسا للوقود، رغم أن الأوساط الإيرانية قالت بأن هذا حادث وكان إهمالا من أحد السائقين العراقيين، إلا أن مثل هذه المنطقة تحديدا وهذه الصهاريج للوقود عادة هي تساعد إيران في إدخال الوقود إلى داخل إيران، تستفيد منها إيران في التشغيل الداخلي من أجل أن تبيع المزيد من الوقود من النفط لتتحصل على المزيد من الأموال لتطوير قدراتها إن كانت النووية أو إن كانت الصاروخية أو حتى المرتبطة بالطائرات المسيرة. بالتالي بعد يومين مما جرى هنا من حادث مريب وغامض للغاية، ها نحن أمام أصفهان الخطيرة للغاية الآن، يجري هذا الانفجار بهذه الطريقة التي نتحدث عنها، والانفجار الذي كان باتجاه هذه الصهاريج كان قد ظهر بهذه الطريقة، انفجار ليس بالعادي أبدا في توقيتات حساسة للغاية. وإيران لا زالت تريد الانتقام لإسماعيل هنية، وكانت هنالك أنباء حصرية للغاية نشرتها MTV اللبنانية والتي أوضحت من خلالها بأن كان هنالك اجتماعا من قبل الملحقية العسكرية أو العديد من الملحقيات العسكرية العربية في واشنطن، اجتمعوا في البنتاغون تحديدا وعلموا تماما من الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران ستنفذ هجومها في اليومين أو 3 أيام القادمة، وسيكون هذا الهجوم محسوبا ومدروسا من قبل الجانب الإيراني، وستتفادى من خلاله إيران الحرب الإقليمية التي ممكن أن يبحث عنها نتنياهو. والولايات المتحدة لا زالت تراقب بشكل مكثف العمق الإيراني بطائرات الاستطلاع الخاصة بها، مثل هذه الطائرة P-8A بوسايدن التي ظهرت اليوم وهي تحلق باتجاه شيراز. وفي شيراز هنالك قاعدة صاروخية مهمة استخدمتها إيران في مسألة إطلاق الصواريخ في عملية الوعد الصادق في شهر أبريل تحديدا. واضح جدا أن هذه الطائرة تفرض رقابة معينة على أي حركة صاروخية أو استعدادات لكي تعرف الولايات المتحدة الأمريكية بأن ساعة صفر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية منتشرة في هذه المنطقة للتصدي لأي هجوم ممكن أن يكون ناجحا وخطيرا على إسرائيل، وهو الذي يشعل المنطقة بأكملها. تلاحظ التسجيل الخاص على الفلايت ريدار 24 لهذه الطائرة، ستلاحظ بأننا أمام P-8A بوسايدن التي تحدثنا عنها، نفس الطائرة أيضا ظهرت وهي قريبة من مفاعل بوشهر أيضا، وهي تراقب هذا المفاعل وهذه المناطق. بالتالي تحركات عسكرية خطيرة للغاية، الكثير من الأمور الغامضة تجري في الداخل الإيراني على الحدود بين إيران والعراق، ويبدو بأن الأمور قد تستمر في الأيام القادمة، خاصة وأن إسرائيل مستنفرة على جميع الجبهات.